زمان سيد يسأل عن موضوع تعدد الزوجات في روسيا. لا يوجد شيء اسمه تعدد الزوجات في روسيا حتى بالمسلمين، فإن حتى المسلمين هنا يعني سوف يتزوجون في مكان اسمه الزاكس. هذا المكان اسمه الزاكس تابع للقانون الروسي، فهمني؟ هذا لا يؤمنون بشيء اسمه تعدد الزوجات. حتى إذا عندما تريد أن تتزوج بامرأة روسية، من أهم وثيقة يطلبون لديك هو وثيقة من بلادك تثبت أنك ليس لديك زوجة في بلادك. سؤال ثاني عن ما هي طرق الشبه ما بين أوروبا وروسيا. قد أقول الأمان، قد أقول النظام، قد أقول الشعب عقليته نظيفة، النظافة، غياب الرشوة، فهم؟ إلى حد ما، خصوصا في الجامعات القوية، جودة التدريس، فهم؟ ورقمنة الحياة، فهم؟ هنا كذلك أي شيء يمكنك أن تفعله فقط من هاتفك عبر تطبيقات أو عبر مواقع. السؤال الثالث عن ما هي الوظائف التي يمكن أن تشتغل فيها الطلبة في روسيا لتوفير يعني مصروف المعيشة. هناك الكثير من الفرص بصراحة، والفرص تزداد، لكن شرط أن يأتي الطالب أول شيء أن يتعلم اللغة الروسية. بدون لغة روسية لن تجد أي شغل في روسيا، وثانيا لا تأتي بفكرة أنك ستشتغل في روسيا وستدفع ثمن دراستك بنفسك، فاهم؟ ستشتغل، ستجد فرص شغل إذا كانت لغتك الروسية جيدة، حيث أنك تستطيع أن تصرف على نفسك، أما مصاريف الدراسة يجب على أهلك هي التي تدفعها. السؤال الرابع حول ما هي البنوك المناسبة للطلبة في روسيا. أهم بنك يجب أن يحصل عليه الطالب في روسيا هو بطاقة سبير بنك. بنك سبير بنك يوجد عند أي شخص روسي ستراه أمامك، فاهم؟ سواء في روسيا أو خارج روسيا ستبدأ ببطاقة سبير بنك، وثانيا بطاقة تينكوف. بطاقة تينكوف ممتازة جدا، فاهم؟ لفتح حساب تينكوف سوف أضع لكم يعني رابط فيديو شرحت فيه كيف تستطيع الحصول على بطاقة تينكوف، ستجده في صندوق الوصف. السؤال الخامس يسأل عن جولة في السوبر ماركت. إذا لاحظتم في قناتي يوجد أكثر من 185 فيديو، يوجد خلال هذه 185 فيديو تقريبا حوالي 5 فيديوهات على الأقل عملت فيها جولات في السوبر ماركت وأخبرتكم عن الأثمنة. السؤال السادس يسأل لماذا قامت بعض الجامعات في روسيا بتوقيف إصدار الدعوات للأجانب العرب. هذا السؤال هذا غير صحيح، لا توجد جامعة في روسيا فعلت هذا أو تستطيع أن تفعل هذا. المشكل الذي الصراحة يعني المشكل الذي يوجد هو أن بسبب أن العرب هنا يفعلون مشاكل، بسبب أن العرب هنا نسبة كبيرة منهم يحاولون الهجرة السرية ويفعلون مشاكل، أصبحت الجامعات تعقد أمور الحصول على الدعوة. ليس كل الجامعات، بعض الجامعات تعقد أمور إصدار الدعوة للعرب، حيث أنها أصبحت تشترط أن يدفع الطالب العربي منذ البداية ثمن الدراسة كاملا لكي تتأكد أنه فعلا طالب، فهم؟ وهذا ليس ظلم، لأن الواقع عندما ترون ماذا يفعل العرب هنا، ليس الكل ولكن نسبة كبيرة منهم، سوف تفهمون لماذا قامت جامعة روسيا بهذا العمل. السؤال السابع يطلب لقاءات مع العرب. لدي أصدقاء كثيرون هنا، لكن لا أحد فيهم يريد أن يظهر في الكاميرا، فهم؟ طبعا لا أستطيع أن أعمل حوار مع شخص إلا عند موافقته، فهم؟ يعني هذه الحقيقة. أنا حاولت فعل هذا، حاولت أن نعمل يعني مثل روبورتاج أو بودكاست، ولكن الأغلبية الساحقة يرفض، فاهم؟ عندما يحتاجون مصلحة يأتون، عندما تسألهم عن شيء يرفضون. وضعت صورة ذات يوم مع سيارتي رانج روفر التي كانت مجرد مزحة، طبعا ليس لدي سيارة رانج روفر. يسأل شخص كيف يمكنه أن يشتري سيارة رانج روفر داخل روسيا. الموضوع بصراحة إذا استطعت فتح تجارة في روسيا، متجر بيع ملابس كذا، يعني أي تجارة، فهم؟ وصبرت قليلا ونجح لك المشروع، ستستطيع في روسيا شراء سيارة رانج روفر بسهولة. طبعا تحتاج أن تشتغل يعني 3 سنوات أو 5 سنوات، يعني ستكسب مال كبير ويمكنك أن تشتري رانج روفر، لأن ثمن رانج روفر في روسيا رخيص تماما عن ثمن يعني أثمنة السيارات في روسيا، رخيصة بنسبة كبيرة عن أثمنة السيارات في الدول العربية. سؤال آخر يسأل عن الوضع الأمني في روسيا. رغم الحرب، رغم كل شيء، الوضع الأمني داخل روسيا آمن تماما.
نحن الذين يعيشون داخل روسيا لا نشعر بوجود أي شيء كما ترون أنت. الكل يتجول بأمان، أنا أصور بأمان، لا يوجد لا صواريخ ولا كل شيء، الحرب كلها موجودة داخل أراضي أوكرانيا، فاهم؟ أما في روسيا فنحن لا نشعر بوجود أي شيء، يعني لولا أنهم أخبرونا عن طريق وسائل الإعلام أن هناك حرب لن نشعر بوجود أي حرب إطلاقا. متابع آخر يسأل عن رقم هاتفي لتلبية خدمة تحويل النقود، أنا أوفر هذه الخدمة فقط للمغاربة، فاهم؟ لأنه لكي أحول هذه الخدمة يجب أن يكون لدي حساب بنكي في بلدك، وبما أنني أنا مغربي لدي حساب بنكي فقط في المغرب. دوما رقم هاتفي ستجدوه تحت كل فيديوهات التي أضعها لكم يعني في اليوتيوب، فاهم؟ سواء خدمة توفير النقود أو للدراسة في روسيا أو الاستفسارات أو ترجمة الوثائق، فاهم؟ أو إرشادات أو أي معلومات يمكنك أن تراسلني على الواتساب. سؤال آخر يقول كم من المال تحتاج لكي تأتي لكي تشتغل في روسيا؟ أنا ضد فكرة أي شخص أن يأتي إلى روسيا وهدفه الوحيد هو الشغل، فاهم؟ أنه لا يوجد هنا شيء اسمه فيزا عمل، فاهم؟ ممكن لك أن تشتغل إذا كنت هدفك الدراسة وتريد أن تشتغل لكي تصرف على نفسك، فاهم؟ أما فكرة أن تأتي إلى روسيا للشغل فلا، هذا الموضوع لا يوجد، فاهم؟ كل قنوات أخرى أو بعض أشخاص في اليوتيوب في الواتساب في الفيسبوك أو انستغرام فقط يكذبون عليكم عندما يقول لك تعال اشتغل في روسيا وكذا، فاهم؟ لأنه يقول لك فقط 10% من القصة، فاهم؟ عندما ستأتي هنا ستجد أمور أخرى. سؤال آخر يقول هل يمكنك فتح حساب بنكي في روسيا بينما أنت في بلدك؟ هذا غير ممكن، أنك عندما تريد أن تفتح حساب بنكي في روسيا أنت لن تفتحه بالفم بالكلام، ستحتاج سيطلبون منك جواز سفر وأن تكون فيه فيزا وريجستراسيا وميغراسيوني كارد، فاهم؟ كثير من الوثائق ويتأكدون من صحة هذه الوثائق وكل شيء بعد ذلك، وتدفع مبلغ رمزي تقريبا لكي تحصل على هذه البطاقة. أما أنت خارج روسيا وتريد فتح حساب بنكي داخل روسيا فهذا غير ممكن. مرة ثانية متابع آخر يسأل عن موضوع تحويل الأموال من المغرب إلى روسيا أو من روسيا إلى المغرب. كما قلت رقمي تحت الفيديو، أنا أوفر هذه الخدمة بأثمنة رمزية أقل من الثمن التي ستدفعه في البنك، يعني ويسترن يونيون أو مونيغرام، فاهم؟ يعني حاليا ويسترن يونيون ومونيغرام ممنوعة في روسيا لا تشتغل منذ أن بدأت الحرب، فاهم؟ أديداس غير موجودة، نايك غير موجودة، ماكدونالد غير موجودة، ويسترن يونيون غير موجودة، فاهم؟ كثير من الشركات العالمية، فاهم؟ هناك طريقة وحيدة هي المفتاح، هي عن طريق العملات الرقمية. يمكنك أن تتواصل معي وأنا أوفر هذه الخدمة. متابع آخر يسأل عن كيفية شراء تذكرة الطيران من بلادك إلى روسيا، هل يشتريها بنفسي أو مع الوكالات؟ الجواب واضح، هو أن تشتريها بنفسك أونلاين. الموضوع لم يعد صعب مثل الماضي، الموضوع سهل، فهم؟ تحتاج فقط عن بطاقة بنكية ويمكنك أن تفعل ذلك بنفسك، أن الوكالة لن تبحث لك عن أحسن سعر مناسب وكذلك سوف تزيد عليك في الثمن. والسؤال الأخير يسأل عن أسعار الدراسة في روسيا، هذا السؤال ليس لديه جواب، يعني يجب أن تحدد لي ماذا تريد أن تدرس، أين تريد أن تدرس، أي تخصص، بأي لغة، لأن في روسيا حوالي 724 جامعة تقريبا في روسيا، كل جامعة لديها أسعارها، فاهم؟ كل جامعة لديها أسعارها، قد تجد علم النفس، علم النفس مثلا في جامعتي ب 114 ألف روبل وفي موسكو بحوالي 350 ألف روبل، فاهم؟ أسعار تختلف. سنة تحضيرية مثلا في مدينتي يوجد ما بين 100 ألف روبل إلى 130 ألف روبل، فاهم؟ هذا كل شيء. أتمنى أن الفيديو كان مفيد لكم وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم.